بعد التشويش الذي تعرض إليه من طرف خصوم المملكة، وافقت شركة النفط الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة على تسريع الاتفاق الثنائي لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب في وقت قالت إنه سيكون قياسياً. وكشف مالام كيري المدير الإداري للمجموعة النفطية أثناء استقباله لموحى أعلي ثاكمة سفير المملكة المغربية المعتمد لدى نيجيريا أن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية والمغرب سيوقعان قريبا اتفاقا ثنائيا يهم مشروع أنابيب الغاز الضخمة. وبخصوص التطور في إنجاز المشروع المغربي النيجيري، أوضح مالام كيري أن شركة النفط الوطنية النيجيرية وافقت على شروط مذكرة التفاهم وملتزمة بتفعيلها في الوقت المحدد. كما أضاف المسؤول ذاته: نحن متفقون تماما مع مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين وسنحرص على التقدم في المشروع. وجدد الرئيس النيجيري محمد بوخاري على لسان المدير العام للمجموعة الحكومية حرصه على تقوية العلاقات الخارجية لبلاده وتوسيع التعاون بين الدول الإفريقية، خصوصا على مستوى الممرات الاقتصادية للقارة السمراء. رئيس المجموعة النيجيرية أكد وفق ما نقلته وسائل إعلام نيجيرية أن المشروع الكبير بين الدولتين سيكون مهما للغاية لخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء القارة الإفريقية. ووصف المتحدث العلاقات المغربية النيجيرية بتاريخية والتي تعود إلى 1000 عام، مشددا على أن البلدين سيواصلان العمل معا لزيادة تسخير موارد الغاز الضخمة في نيجيريا. وخلص المصدر ذاته إلى أن نيجيريا تتوفر على مليارات من موارد الغاز الغير المستغلة، وسيعزز التعاون الثنائي مع المغرب بشأن خط أنابيب الغاز اقتصادات جميع البلدان المتواجدة بدول غرب إفريقيا بالإضافة إلى المغرب. أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن كانت قد كشفت أن مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب بدولة نيجيريا وصل إلى مراحل متقدمة، مشيرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بدراسة الجدوى في مارس 2019، ثم الشروع في المرحلة الثانية التي ترتبط أساسا بالدراسة المدققة للمشروع. جدير بالذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا صدق عليه خلال زيارة قام بها الملك محمد الثالث إلى نيجيريا في دوشنبر من سنة 2016، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها المملكة من أجل المساهمة في التكامل الطاقي لإفريقيا، وتشرف عليه كل من شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربونات بالمغرب. ويرتقب أن ينطلق هذا الخط من نيجيريا ثم البنين والطوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا، مرورا بسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال ثم موريتانيا، وصولا إلى المغرب المحطة الأخيرة قبل مده إلى أوروبا. تخصص الصحافة الجزائرية حيزا مهما من صفحاتها للحديث عن الأحداث التي شهدتها مدينة العيون يوم 19 يوز، عقب فوز المنتخب الجزائري بلقب كأس إفريقيا للأمم. في المقابل تتجاهل الحديث عن المسيرات التي خرجت ابتهاجا بفوز محاربي الصحراء في باقي المدن المغربية. بالموازاة مع الحملة التي أطلقتها جبهة البوليساريو عقب الأحداث التي شهدتها مدينة العيون بعد فوز المنتخب الجزائري بلقب كأس إفريقيا، بدأت الصحافة الجزائرية تخصص حيزا مهما من صفحاتها لداعمي أطروحة جبهة البوليساريو من أجل التعليق على الأحداث. ففي عددها ليوم 22 يوليوز نشرت صحيفة الخبر المقربة من دوائر صنع القرار في الجزائر حوارا مع علي السالم التامك نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. وفي عددها لنهار اليوم 23 يوليوز أجرت حوارا مع رئيسة الجمعية أمينة حيدر. وفي تصريحه للجريدة الجزائرية قال التامك إن المسيرات التي خرجت للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب الجزائري وجهت بقمع بشعة، وأضاف أن القوات العمومية استعملت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه الساخنة والدهس بالسيارات.
ودعا إلى تدخل عاجل من قبل المنتظم الدولي، الاتحادين الإفريقي والأوروبي، والآليات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والصحافة والديمقراطيين. كما طالب بزيارة ما وصفه بالجزء المحتل من الصحراء الغربية من أجل فتح ومواجهة الجرائم الإنسانية المرتكبة والتي ما زالت ترتكب في حق الصحراويين الذين يناضلون بطريقة مدنية وحضارية بعيدا عن العنف، رغم أن النظام المغربي يوفر شروطه وسياقاته على حد تعبيره. بدورها قالت أمينة حيدر للصحيفة الجزائرية إن الوضع في الصحراء المغربية متدهور ويتجه نحو الأسوأ بسبب ما قالت إنه إصرار السلطات المغربية على الاستعمال المفرط للعنف ضد الصحراويين، ووصفت الوضع بالسيء للغاية مشيرة إلى أنها تتوقع الأسوأ حيث ربما يتكرر سيناريو قديم الزيك على حد تعبيرها. وأضافت أن تماطل الأمم المتحدة وتوطؤ بعض القوى الدولية العظمى سوف يؤدي للأسف الشديد إلى نتيجة مأساوية وإلى ما تحمد عقباها. وتسعى جبهة البوليساريو إلى استغلال الأحداث التي شهدتها مدينة العيون يوم 19 يوز من أجل مهاجمة المغرب، وينتظر أن تستمر في ذلك خلال الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تخصص الجامعة الصيفية لأطر الجبل الانفصالية والتي ستنعقد في جامعة بومرداث بالجزائر من 27 إلى 28 غشت المقبلة، حيزا مهما من برنامجها لمناقشة أحداث مدينة العيون. وبحسب المصادر فإن صناع القرار في الجزائر يحاولون حجب الفرح الذي عم المدن المغربية بعد فوز المنتخب الجزائري عبر دفع وسائل الأعلام الرئيسية في البلاد للحديث عن المسيرات التي شهدتها مدن الصحراء عقب فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية. وإضافة إلى ذلك فإن وسائل الأعلام الجزائرية تجاهلت أيضا المبادرات والوقفات التي طالبت بفتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ سنة 1994، ويوم أمس خصت قناة الشروق الجزائرية المعروفة بقربها من الجنرال قيد صالح الرجل القوي في البلاد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير خارجية البوليساريو محمد سالم السالك بتغطية واسعة. أصدرت الخارجية المغربية يوم أمس الثلاثاء أول تعليق رسمي حول الأزمة الحالية في الخليج والحديث عن ضمان أمن الملاحة البحرية. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن المغرب يدعو إلى احترام حرية الملاحة البحرية بمضيق هرمز. وأضاف بوريطة خلال لقاء صحفي مشترك عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية وغينيي المهجر مامادي توري الذي يقوم بأول زيارة له للمملكة منذ تعيينه أن المغرب يتابع بقلق التطورات الأخيرة ويدعو إلى احترام حرية الملاحة البحرية بمضيق هرمز واحترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخل. وشدد على أن الأمر يتعلق بمنطقة تحت الضغط حيث توجد توترات عديدة، نعتقد أن حس المسؤولية يجب أن يسود وأنه يجب احترام حرية التنقل والملاحة البحرية. وأشار إلى أن المغرب على غرار كل البلدان منشغل بتصاعد التوتر في مضيق هرمز. خلال الأسابيع الماضية موقف المغرب نابع من صفته كعضو بالمنتظم الدولي وأيضا بصفته بلدا تجمع روابط خاصة مع منطقة الخليج. وذكر بوريطة بأن المملكة أدانت مرات عدة النشاط والأعمال التي تهدد استقرار وأمن هذه المنطقة، وأكدت تضامنها مع الدول العربية بالخليج في كل مرة يتم فيها تهديد أمنها وطمأنينة مواطنيها. هذا وكانت بريطانيا قد دعت في وقت سابق إلى تشكيل قوة بحرية لضمان الملاحة في المنطقة، خاصة بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. ونددت الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج باحتجاز السفينة البريطانية ودعت إلى إطلاق السراحية، فيما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن وزير الخارجية جيريمي هانت يعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلة البريطانية.
هذا وتشهد الأوضاع في المنطقة توترا كبيرا على خلفية احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية قبالة مضيق جبل طارق بذريعة أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا، الأمر الذي نفته طهران.